عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل تمكين منتدى الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات والامتحانات الوطنية تحت عنوان دور الإطار الوطني للمؤهلات في تحقيق التعليم من أجل التنمية المستدامة، بحضور وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، ومشاركة أكثر من 100 من المختصين في مجال التعليم والتدريب وأطر المؤهلات العلمية من مملكة البحرين. وفي تصريح له خلال افتتاح المنتدى ذكر الوزير المؤيد أن البحرين قد خطت خطوات كبيرة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي من بينها الهدف الرابع المتعلق بتقديم وتحقيق التعليم الجيد والمنصف والشامل في كافة مؤسساتنا التعليمية والتدريبية الحكومية منها والخاصة، حيث أن الحكومة الموقرة تؤمن أن التعليم هو المنطلق الحقيقي للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، مشددا على أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي نجحت في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، وذلك بحلول العام 2015. كما أشار الوزير المؤيد إلى التزام مملكة البحرين بالأجندة الدولية واتجاهات التنمية المستدامة 2030 فيما يتعلق بتطوير وتعزيز منظومة التعليم والتدريب من أجل تحقيق طفرة علمية شاملة في مؤسساتها ومخرجاتها وربطها ببرنامج الحكومة وما يصدر عنها من قرارات ومبادرات في هذا الجانب. وأشاد المؤيد برعاية والاهتمام لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، الذي كان ولا يزال الحاضن والموجه الأمين لجميع المشروعات التطويرية في ميدان التعليم والتدريب على ما يبذله من جهد مخلص والتزام عال خدمة لتطوير التعليم والتدريب بمملكتنا الغالية. من جانبها أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة جواهر المضحكي أن عمل الجودة بما أوكل إليها من مهام وتحقيق أهداف يصب مباشرة في تحقيق الهدف الرابع وهو التعليم الجيد، حيث أنها وبكافة إداراتها تعمل بجهود موحدة للمساهمة في تجويد قطاع التعليم، ومن بينها الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات والامتحانات الوطنية. هذا ويهدف منتدى الجودة إلى تسليط الضوء على أهم إنجازات مملكة البحرين في قطاعي التعليم والتدريب ودورهما في مجال التنمية المستدامة، وتعرف على أهم الممارسات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.